بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد يا رب عليكم. بناء على رغبه احد الناس الجميله عمرو بيه في عمل القرص اللي هي محشيه قرفه وسكر ومكسرات، وبقاله تقريبا كام شهر بيطلبها مني وعايزها، فقلت له هعملها لك وياخدها معاه النهارده كمان وهو ماشي. طيب القرص ديت او النواعم او الشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، عايزين نعمله بالظبط زي الفرن، وازاي زي ما اتفقنا ان احنا بناخد من كل حته حاجه كده ونبدا نشتغل فيها، وخصوصا في فتره الشتاء بنحاول ان احنا نعمل الحاجات اللي ممكن تنفع وممكن ناكلها ونعملها في البيت. مش عايز اقول كلمه هتبقى موفره جدا قد ما اقول يعني القطعه مثلا ب 3 جنيه، ده نص كيلو دي عمال قد ايه؟ 2 4 6 9 30 جنيه. 30 جنيه في حين ان هو نص كيلو دي شوفوا بكام، والموضوع هتشوفوا اختصروه هتلاقوا الموضوع كله ما تكلفش 6 7 جنيه. هندخل الكلام ده بعد ما خمر كده الفرن درجه حراره 180 عشان يورق كده ويشتغل معايا كويس. طيب وبعدين يا شيفنا وبعدين خش كده درجة حرارة الأول 180 ونشوف هنعمل ايه. في الفرن بيعملوه بالزبدة المارجرين، ما احب اعمله مميز او بعمله بالزبدة نيوزيلندي او التونسي، لكن ممكن اعمله بالزيت، وعشان ما اكدبش عليكم واكون صادق فده انا عامله بالزيت، ولكن اللي هعمله قدامكم بالزبدة ونشوف التجربة الفعلية ايه. هننزل المقادير دلوقتي ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه، ولو اقول لك ما تنزليش المقادير دلوقتي خليني بس اشرح لهم، وبعد كده انهم منزلين المقادير عشان يصوروها خليني اشرح نظري احسن. بصوا يا جماعة، النواعم او القرص اللي بالسكر والقرفة، دايما ابدا لما نيجي نشتغل بحط في الموضوع دوت المية قد الزبدة، 100 جرام ميه، 100 جرام زبده، ربع كيلو زبده، ربع كيلو ميه. الدقيق مش هخليكم ترتبطوا بيه، الدقيق تبع التماسك، الدقيق تبع، لكن لو قلت ربع كيلو زبده ربع كيلو ميه بدي كيلو دقيق، احتاجت مني شويه دقيق. الدقيق تبع نوع الدقيق، دقيق قوي يا ريت، دقيق قوي يا ريت، مش موجود خلاص. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو انا حبيت ان انا اشتغل بالميه بس يا شيف محمود، ادي 100 ميه 100 زيت، لا هتبقى بوصمات. بدي 100 ميه مثلا في حدود كاني بعمل عيش فينو، 25 زيت مثلا، 4 معالق زيت كده عشان ما تنشفش الموضوع بتاعنا، لان الزبده هنا فيها لبن. طب شيف محمود ايه اللي يخليني احط ميه يا عم؟ ما انا عايز اعملها باللبن، مش هتعيش معاكم كتير الا ان احنا نحطها في الفريزر وكوست عالي، ولكن انا ما بحبس لان انا مدي الزبده، فالزبده هي دسم والميه مش هتخليها طعمها يغير. طيب حلو قوي الكلام ده لغايه دلوقتي. ادي الزبده بتكون طريه. كتير بقى مننا يقول لك نسيح الزبده او السمنه ونفركها مع الدقيق. في قرص زي ديت، بس دي طريقه الفران. انا هنا بشتغل كورس فران او شغل فران، بيشتغل باللبن الرايب وبيشتغل بالزبده، بيشتغل بالزبادي وبالزبده، ماشي. كل دي اجتهادات وحاجات حلوه جدا وطعم مميز. واحد يشتغل بالرز بالسمنه البلدي، واحد بالزبده النيوزيلندي، واحد يشتغل بالزبده المارجرين، كل الاصناف هتطلع، ولكن هنجيبها كده انت تقف في اخر الصف اللي بالزبده المارجرين، لان الطعم عمره ما هيبقى مميز، لان الخامه هي اللي بتفرق. الخامه معانا هي اللي بتفرق. طيب بنحط ادي الزبده قد الميه، يبقى الزبده هي اللي قد الميه، لكن لو عملت بالزيت كانها عجينه عيش فينو عشان اختصر لكم الموضوع. ادي الزبده شيف محمود، مش الزبده المفروض تسيح وبعد ما تسيح افركها مع الدقيق؟ ست اعملي اللي انت عايزاه، دي طريقه شيف محمود، واللي سعادتك عايزه تعمليه اعمليه. ليه طريقه ستي وستي الجميله؟ ناس مش هلاقي زيهم ابدا، ولكن احنا بنتكلم الفران بتشتغل ازاي. فلما توغلت جوه الفران وقلت الناس دي علموني، وانا سني تقريبا يعني من 5 6 سنين تعرفت على الناس، والناس ابتدوا يفتحوا لي قلوبهم واشتغلنا، فابتدت الناس ديت تقول لي على التكات بتاعتهم ايه.
كنتش بصدق في الاول، ولكن لما اشتغلت لقيت الدنيا تمام. فالزبده بتحط كده، ودايما يقولوا لي ايه السمنه بالذات في الكحك والزبده ما تقدحش مرتين. يعني في السمنه كنا بنقدح السمنه وننزل على الكحك، فدي كانت قصه ودي قصه. فنبقى عارفين ادي الميه قد الزبده. لو انا هدي نص كيلو دقيق بدي 10 جرام خميره معلقه صغيره، لكن انا هشتغل بخميره بتاعت الفران. خميره الفران ديت يا جماعه، خميره الفران بيبقى كلها ميه مش جافه، فبالتالي بدل ما هدي 10 هدي 30، يبقى بضرب في ايه؟ في 3، ممكن ادي 25. هندي في حدود 50 جرام من السكر للنص كيلو دقيق، وهندي رشه ملح. حبيبي الله يكرمك، مين اللي معايا؟ ازيك يا طارق بيه؟ وهنبدا نقلب الكلام ده. هو المفروض الملح ينزل مع الدقيق، عشان انا مش عايز الملح يعطل لي عمليه التخمير. الخميره بتحب، عامله زي الشيف محمود كده، بتحب السكر، بتحب الدقيق، هو ده الاكل بتاعها، كائن حي فبيبتدي ينمو. هنبدا نخفق الكلام ده كده، مش نخفقه كريمه، يتقلب مع بعضه بالشكل ده. ننزل بقى بالمقادير يا استاذتنا، استسمحك، معلش انا اللي بعطلك، ونشوف الدنيا فيها ايه. بص على الفرن بصه، مع ان لسه يعني شايفين الدنيا اتنفخت ازاي. وهنا النواعم او القرص ديت اترفعت لفوق، ما خمرتش لتحت عشان نوعيه الدقيق. طب اشوف نجيب منين ده دقيق سايب شويله، بجيبه انا بالفرن. طب ما عنديش، بجيب من اي حته، وممكن استخدم دقيق عادي، ما تخافوش من حاجه، ربك هو اللي بيستر. نص كيلو لبن او ميه، نص كيلو زبده، نص كيلو لبن رايب ممكن، نص كيلو زبادي ممكن، بس انا بفضل الميه. نص كيلو لبن، نص كيلو زبده لينه، 20 جرام من الخميره او 60 جرام، خليهم 50 جرام خميره افران، يعني لو في الشتاء احط 60 جرام، في الصيف هنحط في حدود 50 جرام سكر، 20 جرام ملح، كيلو دقيق. خد مني زياده شويه، مفيش اي مشاكل ابدا. وبعدين انا كاتب الحشوه. الحشوه عباره عن 100 جرام من السكر، سوداني، مكسرات، بندق، فستق، وقرفه. الوجه بقى بيكون عندي اصفر بيض وسمسم كده محمص عليه حبه البركه. خلص الموضوع بتاعنا، خلص الموضوع بتاعنا على خير، ودايما يا رب كل حاجه كده تكون على خير باذن الله. طب يا شيفنا كويس قوي الكلام ده. هنا الكلام اللي انا حطيته ده ممكن ياخد مني في حدود 400 جرام دقيق، ياخد مني 400 جرام من الدقيق، بس انا هدي دي لغايه ما يديني عمليه تماسك. طب انا ما عنديش عجان يا شيف محمود، بايديا. هنا في خطأ حاصل، ان الزبده مسكت فين؟ الجو شتا، مسكت في الجوانب هنا، ولا يهمكم من اي حاجه، مفيش اي حاجه ولا يهمكم، ايديا هتجيب كل حاجه. ونبدا ننزل بدي لغايه ما تديني عجينه تلم من العجان متماسكه. شيف محمود قال 400 جرام دي، افرضوا خدت منكم نص كيلو، اديها تمام. طيب ابص هتلاقي العجينه سايحه دلوقتي، انا هنا شغال على سرعه هاديه لسبب ان انا مش عايز ابهدل الدنيا. وبعدين 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 مطلوب مني بشتغل بالكف، لا بالهوك بتاع العجن ولا بالشبكه او الكوشه اللي هي بضرب بيها البيض. نصبر على العجينه عشان تلم روحها، لما تنضف لي الحله، الحله ما بقاش عايز اغسلها لسه. وبعدين ادي العجينه فرصتها بس انها تشتغل معايا. عشان
عشان ما استعجلش ابدا دلوقتي اعمل ايه الحشوه بتاعتنا. ادي السكر، ادي مكسرات، ادي قرفه. قرفه ليه؟ عشان نقرف عمرو بيه. واو، حلوه كده الحشوه بتاعتنا. تمام، ينفع عدي عجوه او ملبن يا شيف محمود؟ ينفع طبعا. ايه الاخبار؟ عايزين نبص على العجينه. يا ده نظفت العجان فعلا. ده انت معاك حق يا شيف محمود. طب نجس على الملمس. ايه ده الحله نطفت؟ الحله نطفت عندي اهي. نحطها للاستاذه صفاء الغاليه كده. تعالي لي. الحله نطفت، مش محتاجه تتغسل؟ لا مش محتاجة تتغسل. لا ممكن نجيب الحلة يا أستاذة صفاء الغالية؟ مش عارف لا بتعمل معايا كده ليه؟ مش عارف يعني ايه اللي يعني ليه كده الكراهية دي من القلب ليه يعني؟ ده انتوا اللي نفسكم فيه بعمله اهو، وانا بعمل لنفسي. ده حتى المشاهدين ما عدتش بعمل لهم. ادي العجينة اهي، بلمها هنا، مش بعجن فيها بقى خلاص، بس انا بلمها بقى خلاص. ايه طلعت من العجان عندي، واسيبها ترتاح عندي 10 دقايق. يعني نسيبها تخمر يا شيف محمود؟ لا يعني ايه اللي انت عملتها ديت من شويه ما سبتهاش تخمر؟ لا انا بسيبها ترتاح 10 دقايق واشكل، وبعد كده ابتدي اسيبها ايه؟ اسيبها تخمر عندي متغطيه في فرن فيه حله ميه مغليه، تطلع البخار الستيم بقى. مفيش بعد كده. الدنيا اخبارها ايه؟ خلاص يلا قافل. لا هقفل. تمام، هنبدا نقطع العجينه ديت. انا ما عملت التانيه 100 جرام يا اخي. انت بتعقدنا يا اخي. ايه 100 جرام و70 جرام وبتاع؟ خلاص خليها قد قطعه اليوسفندي اهي. ممكن الرخامه ضايقتني، ابتدي ادهن زيت، بس انا مش محتاج الكلام ده. قد قطعه اليوسفندي اهيت كده، مع ان دي اكتر من 100 جرام. واهو عندي ميزان اقدر اقطع واحده واخد الباقي على نفس المستوى. وهات لنا ده هنا كده، وابدا اعمل لي كده. طبعا المفروض العجينه لما ترتاح معايا تمشي احسن من كده، تلاقيها طريت خالص. عايزين الدقيق دول كانوا 600 جرام. عايز ابقى اشوف لكم الدقيق ده برضو قد ايه عشان تبقوا عارفين الدنيا فيها ايه. انا هنا مقطع كبير شويه، واللي انا حطيته كان 100 جرام زبده 100 جرام ميه، او 100 جرام زبده 100 جرام زبادي، او 100 جرام زبده 100 جرام لبن. لبن قطع يا شيف محمود ينفع؟ ساعات اللبن يقطع. ساعات يجي لي اسئله لذيذه على الفيس والله، او على التليفون الساعه 3 بالليل الصبح وانا شغال، شيف محمود الحقني اللبن قطع مني، قول لي اعمل بيه ايه؟ ينفع اعمل بيه جبنه؟ لا يا ستي ولا يهمك، ما تزعليش. قد ايه اللي قطع مني؟ نص كيلو. قالها نص كيلو لبن قطع منك يا فندم، هاتي غيره. ولا يهمك، ونص كيلو هيطلع 50 جرام جبنة. طيب سيب العجينة ترتاح معايا ونبدأ نعمل ايه؟ نبدأ نيجي كده، والعجينة كل ما ارتاحت كل ما هتديني نتيجة افضل معايا. هسيب العجينة ترتاح معايا شوية عشان تبقى طرية معايا، وريحكم شوية، نطلع فاصل، وبعد الفاصل نشوف هنعمل ايه وهنكمل ازاي. فاصل واعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل عملنا او شغالين في النواعم، ونطلع اللي في الفرن دلوقتي ونشوف الدنيا فيها ايه. تعالى لي كده وكده، نسيبها شويه. يا الله، ها شايفين الدنيا بالشكل ده.
هنا فرقت واحدة، يعني عندي بتاع 100 جرام توزعوا يعني. كل عندي صينية مدهونة زيت، وادي نبدأ نمسك كده العجينة ارتاحت معايا، ونبدأ نيجي كده نفردها بالشكل ده كده. وبعدين نقوم واخدين الحشوة اهي ونحط كده، ونقوم قافلين كده. وانا بحط الحشوة بكون قافلها، هوريكم ازاي دلوقتي، بس الريحة حلوة قوي اللي طالعة من هنا، هوريكم كمان واحدة. بعمل كده والنص بيبقى محمل شوية، واقوم عامل كده، شايفين بزمها ازاي بايدي؟ ليه؟ ليه؟ واقوم قافل كده. ليه بقى بزمها كده؟ انا بزمها كده لسبب واحد بس، ان انا ما الاقيش القرفه نطرت ونزلت على العجين، وبالتالي العجين ابتدى يجرى له ايه؟ ابتدى ياخد او يتبهدل من القرفه. بسيبها كده الاول عشان ما تفتحش. بيبقى في ناس لذيذه قوي، ابص اللي هو بيعمل شوكولاته يدهول الدنيا، يدهول كده بنفس المصطلح، يا باي بيجيب لي الضغط، تلاقوه هنا شوكولاته وهنا شوكولاته، والعجينه من هنا مبقعه شوكولاته، ما يعلم بيها الا اقول له شكرا سيب كل ده خلاص. انا عرفت ان هو يعني ايه لطلاط بالعربي كده، بيلطلط كده اي كلام، ما عندوش الكياسه في الشغل. الكياسه دي مش محتاجه تعليم، محتاجه ان انا ابقى عندي الحاسه دي. هنا ولا عجينه فتحت، حلوه قوي كده، شفنا كفايه كده احنا هنقضيها. طيب وبعدين؟ وبعدين عندي فرشه، اهلا وسهلا، ما عنديش فرشه، اهلين وسهلين. ادي الصينيه بتاعتي اهي، دهنتها زيت، وهنبدا نيجي كده ابيض بيض ميه، بس ابيض بيض احسن عشان يدي وش حلو. ونقوم عاملين كده، بنعمل ختم النسر. يعني ايه ختم النسر؟ اللي انتوا شايفينه ده ابيض بيض احسن عشان يدي لون ويتماسك معايا اهو. بتحط في الصينيه على طول يا شيف محمود؟ لا اصبروا بس عليا، الصبر الصبر الصبر، احنا بنمشي واحدة واحدة، احنا بنتعلم مع بعض، أنا اتعلمت وأنتوا بتتعلموا، أما اتعلموا هم ما بيعملوش كده، بس حتة الكياسة بقى اللي أنا بقول عليها. واهو ضغطة، واهو، ونقوم واخدين كده ونسيب الكلام ده يخمر فين؟ يا إما في دولاب أو فرن في حلة مية مغلية أو سخن شوية، أو إن أنا بحط الكلام دوت كده بغطيه زي ما انا عملت هنا وببتدي اعمل الكلام ده. يلا بينا العين ده كده يخمر، يلا بينا ونغطيه ونغطيه. حلو قوي الكلام ده لغايه دلوقتي شيخ. وبعدين ده كده عايزكم تبصوا عليها كده بقى، شايفين الطراوه؟ شايفين اللقمه عامله ازاي؟ وادي اللقمه بتاعتي، ملبن مهلبية عشان عمرو ياكل ويسمن ويتخن يعرف ينام بالليل. ها كده تمام؟ تمام يا شيف، خلاص الصفاء، هنقضيها عروض ولا ايه؟ هننزل دلوقتي بمقادير حاجة تانية طلبت مننا، بس مش من الأستاذ عمرو الغالي، طلبت مننا من أحد المشاهدين الأستاذة صفاء الغالية، ألا وهي تشكيلات المنين للشتاء، مش يعني تشكيلات منه، وهي عجينة واحدة هنشوفها دلوقتي ونشوف الدنيا فيها ايه. ننزل بالمقادير مخرجتنا العظيمة ونبدأ نشوف الدنيا ايه وهتعمل معانا ايه، وان شاء الله الدنيا تبقى سهلة جدا معاكم في كل حاجة. يلا بينا شفنا، يلا بينا. المنين بيختلف عن النواعم، عايز اقول لكم دي برغم ان اعملها بالزيت، انا ممكن اقول لكم دي بالزبده، دي رغم ان انا اعملها بالزيت الا انها، بصوا النعوميه اللي فيها والطراوه اللي فيها عامله ازاي، خليها لنا كده اهي، خليها لنا كده عشان الاستاذه صفاء ايه تحب تبوظ لي الشغل بتاعي، لان ان
الناس دي متوصية يعني، بالذات صفاء يعني، هو يوم التلات كده ببقى حامل الهم يعني. طيب بيبقى في اتنين بحبهم قوي. اضحكي بقى، مش هنعرف نشتغل بالضحك بقى. طيب هننزل دلوقتي بمقادير بعد ما مخرجنا العبقري يستعرض العبقرية اللي انا عاملها. حلوة العبقرية اللي انا عاملها دي، تقولش يعني خلاص فتح عكة الشيف محمود. واو، ونبدأ مع بعض ننزل بمقادير المنين ونشوف الدنيا فيها ايه، وان شاء الله كل حاجة هتعملوها، مفيش حاجة اسمها مش هتعرف تعملوها. خلاص يلا بينا، يلا بينا يا شيفنا. تعالى دلوقتي نشوف العجينة بتاعتنا بتبقى المادة الدهنية اكتر من المية، المادة الدهنية يا مورا اكتر من المية. طيب قولنا بقى يا سيدي ناوي على ايه والدنيا فيها ايه وهتعمل معاك ايه. تعالوا كده نشوف مع بعض واحدة واحدة، احنا موراناش اي حاجة غير اننا نطلع المنتج بتاعنا وتشوفوه. 250 جرام زبدة، 250 جرام سمنة، 250 جرام مية. حد قالك ان انا ما بعرفش اقرا يا استاذة؟ كيلو دقيق او حسب الحاجة زي ما شفنا هنا، 20 جرام خميرة لو كانت جافة، 20 جرام خميرة، 50 او 60 عشان احنا في الشتاء لو كانت اللي هي خميرة الافران، 50 جرام سكر، 20 جرام ملح، الحشو ملبن او عجوة الوجه سمسم. خلصت القصة. يلا عم، يلا عم زهقتنا. حاضر، نرجع تاني مخرجتنا العظيمة الغالية اللي الله يكرمك يا وليد، قلت لك اخر يوم ليك النهارده يا وليد. طيب اهم حاجه لما نيجي نحط الصباع ما بنقعدش نقطع ونحط، لا نحط الصباع كله على بعضه تك 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 تك، وبعد كده نبقى نكسر براحتنا كده اهو. ما بيجيبش معايا، مش معنى كده النهارده عنك شكله جامد، شكله حلو، شكله وحش، برضه مش راضي، قلبي وربي غضبانين عليك دنيا واخره. طيب حلو قوي، هنبدا دلوقتي ايه نحط المقادير نشتغل وفي نفس الوقت نرص حاجتنا. الكلام ده اتعمل يعني اول ما جيت، اول ما جيت تك 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 على طول والدنيا بتخلص معانا. يلا بينا، يلا بينا يا شيف. ما عنديش عجان يا شيف محمود وده احسن. بنبدا نحط، ادي الماده الدهنيه، ادي السمنه، سمنه بلدي بلدي يا بلدي، وادي الزبدة. فين المية يا ولاد وديتوها فين؟ وادي الزبدة، تعالوا ناخد المية. تقريبا ما حطوليش المية لكن ما علينا، مش هنوقف. بص انا دايما اشتغل بنفس الطبق ده كده. ونحط الميه بتاعتنا قد اللي احنا حطيناه دوت. يبقى ادي الزبده والسمنه وادي الميه، وبعدين نشوف. تمام كده. دايما نخلي المكان رايق حوالينا. انا لا انا سيحت الزبده ولا سيحت السمنه ولا عملت اي حاجه، ده هياخد مني نفس القصة عن نص كيلو 30 جرام خميرة. وهنبدأ ناخد السكر وهنبدأ نقلب الكلام ده سواء بإيدينا أو سواء بإيه؟ بالعجان بالكف. أستاذة شادية أهلا بيكي أستاذتنا الغالية. صباح الفل على عيونك، صباح العسل يا ست الكل، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة، الله يكرمك، صباح الناس الحلوة كلها اللي بتتفرج عليك، الله يكرمك. ربنا كده يديك الصحة ويبارك فيك. الله يخليك يا ست الكل، ربنا ما يحرمك. والله العظيم انت بتعمل لنا حاجات يعني مش قادر اقول لك، انا مجهزه العجوه ومجهزه الحاجه، كنت اعمل زيك كده. ربنا يكرمك، ده من ذوق سعادتك. الله يخليك ويديك الصحه ويجازيك خير. الله يكرمك. انا بس كنت عايزه منك طلب، بس عايزين السينمون. عيني. اكتبي اكتبي يا استاذه امل ونعمله لسعادتك، ده اوامر. يا رب يخليك، يا رب يخليك يا شيف ويديك الصحه
ودايما بعمل لنا الحاجات الحلوه، النواعم اللي الحاجات التحفه اللي انت بتعملها، والقرقيش المنين والحاجات التحفه دي. ربنا يكرمك يا ست الكل. ربنا يبارك فيك ويديك الصحه، وانا هتعبك انا عارفه. ربنا يكرمك ويبارك في عمرك، كلك ذوق واخلاق والله. الله يخليك يا شيف، ده بس من اخلاقك العاليه، ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا رب، تسلمي لي. شكر جدا وربنا يبارك فيك. شكر يا ست الكل، الف شكر. حطيت الزبده مع السمنه مع الميه كلهم بمقادير متساويه، ابتدى الخليط عندي يلف. انا مش محتاج ان انا اديله دقيقه قد ايه، شايفين انا الخليط عمل ازاي؟ هسيب الاول مخرجتنا الرائعه تجيب الخليط بقى مهلبيه هريسه. بقى مهلبيه عندي. يعني ايه مهلبيه؟ بقى خليط واحد. وبعدين يا شفنا، وبعدين ده كده كويس قوي. التشكيله بتاعتنا ايه؟ وبعدين يا شيف محمود، وبعدين وبعدين هنبتدي نرفع كده الخليط بقى مهلبيه كله مع بعض. هنبدا ننزل بالدقيق ده، بقيه الدقيق التاني دول بتاع 200 جرام، احنا لسه هنحتاج تاني، بس يبقى رصينا حاجتنا دي. العسليه كل ده تعملوه في منتهى السهوله، ربنا يبارك للفران طبعا عشان حبايبي واصحابي، ولكن لما احنا هنعمل الحاجه هنبص نلاقي الدنيا بتختلف معانا في حاجات كتير. طب وبعدين يا شيف كده احنا عرضنا حاجتنا كلها، عرضنا حاجتنا كلها اهي. يلا تعال بتجازة، ابتدينا نحط الدقيق واحده واحده. خلاص انا كده مش عايز الا الحشوه اللي عندي اللي هي ملبن او عجوه. العجوه دي بقى لها فتره معايا كبيره. العجوه اللي موجوده دي بقى لها معايا فتره كبيره، فعملت فيها ايه؟ برضو تبقى عارفين كل حاجه. يا حطها في الفرن او الميكروويف، يا حطيتها في كيس وفي حلة ميه سخنة، رجعت مهلبية تانية. مهلبية تانية خلاص؟ مهلبية اتفقنا انها بتبقى الحاجة ايه؟ ماشية معايا كويس. يمكن عشان أنا بحب المهلبية فدايما ايه أذكرها في شغلي. وبعدين واحدة واحدة كده لغاية ما الخليط يتمسك معايا ونشوف هنوصل لايه وهنعمل ايه، بس بهذب المكان طول ما انتوا شغالين حتى في المطبخ. يعني انا موتي وسمي لما ابقى شغال، حلوه موتي وسمي دي، بنبقى واخدينها من اهلنا الكلمه دي. الاقي المكان فيه كذا حاجه، ده في ناس والله العظيم يمكن انا اللي مختلف ويمكن هم يكونوا صح، ممكن يعمل الوصف وبعدين يبدا الاقي الحوض عنده اللي هيغسل فيه المواعين بقى فيه 3000 حاجة من وصف، ويرمي 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 ويجمع، خش الوصفة اللي بعديها يرمي، واللي بعديها ويرمي، الاقي عنده بانيو مليان مواعين. يا عم ليه يا عم؟ ما يمكن المية تقطع. طب اعمل ايه يعني يا شيف محمود؟ قلت لي اعمل ايه؟ اول باول تغسل. يعني نرجع كده نيجي كده، انا مش غريب عنكم خلاص. المكان عندي بقى خلاص جاهز للحشوات بتاعتنا اهي. والرخامه استاذنك يا استاذ عمار يا غالي جاهزه للشغل اهو. وهنا كده الحاجات اللي انا مش في احتياج ليها اللي هيجي الاستاذ ربيع او الاستاذ اسلام دلوقتي يستلموها في الفاصل عشان يغسلوا ويجيبوا. اصبحت انا المكان حتى بقى منسق عندي، فانا بشتغل بمزاج عالي قوي. اخد فاصل عشان الولاد يجوا، الولاد دي عشان هم قد ولادي. بس قبل ما اخد الفاصل عايز اوري لكم حاجه. العجان اتغسل، هو غسل روحه، هو غسل روحه. ازاي يا شيف محمود؟ اهو عشان ما تعبش الولاد. خلاص تاني وتالت وعاشر يا صفصف. هناخد الفاصل دلوقتي ونرجع بعد الفاصل
نشوف هنشكل دي ازاي في اخر ربع ساعه كده مع بعض، ويبقى النهارده استفدنا بحاجات مهمه جدا. فاصل وعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل شفنا الاشكال اللي ممكن تطلع من الكلام دوت، وهنبدا دلوقتي مع بعض نشوف الدنيا فيها ايه. طيب شفنا، بنبدا نحط العجين عندي كده ما بخلوش يخمر، وهنبتدي نيجي كده ونبتدي نيجي برضو من العجوة بالشكل ده كده. نجيب طبق بس فيه شوية مية كده، هاتلي ده هنا كده، ونجيب شوية مية كده ونشوف الدنيا فيه ايه. خلاص خلاص، على الرخامة بتاعتنا من غير زيت ولا اي حاجة، ومن النص هنا بدوس بالراحه يا جماعه. ما اكتشفت ان اللي بيتعلم حاجه دب 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 الدنيا تبقى هاديه كده. وبعدين عارف ان ليها بوز من هنا وبوز من هنا، عايزكم تركزوا معايا ونبدا نقفل الكلام ده كده. مش محتاجه رش دقيق على فكره، مش محتاجه رش دقيق في الموضوع ده، رش دقيق في الارضيه، رش زيت، ولا محتاجه الكلام ده. ما قفلتش كويس قوي، يعني احنا عارفين اهي ما قفلتش. نقوم عاملين كده اهو، واهو قفلت اهي. حلو قوي كده، وناخد فرصة انها تخمر. ارفع كده شفنا الاول، بس نحط السمسم شوية مية. عندي فرشة اهلا وسهلا، ما عنديش خلاص، انا مش برش عليها هي، انا برش على الرخامة، ماليش دعوة بيها هي، يعني انا عايز امشي الرخامه كده. ادي الطرف اهو وادي الطرف اهو، خليهن هنا كده وارفع كده شفنا، واهو دوسه بسيطه شايفين، ونخلي الكلام ده يخمر. اخدها كده صبعين، اخدها كده كعب غزال، اخدها كده قد اللي انا اعملها. شايفين الدوسة ما بوصلش للاخر. ها هتخش دولاب، هسيبها كده تخمر. الخميرة الخميرة اللي هي الطرية دي ممتاز. طيب حلوة قوي، حلوة قوي. نرجع تاني كده نشوف استاذ عمارة. ادي العجوة اهي الزيادة، وادي العجوة اهي الزيادة، مفيش حاجة هتترمي. وادي العجينة اهو، الله يا عم، ده العجوة متعصى عجينة اهي، وايه يعني؟ ما هيستوي. وبعدين استاذة سناء، اهلا بيكي استاذتنا الغالية. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام استاذتنا الغالية. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ ربنا يخليك، الحمد لله رب العالمين. دايما يا رب بخير يا رب. ربنا يخليك يا شيخ. من فضلك يا شيخ محمود، في بسكوتة كده الإخوة السوريين بيعملوها، بتبقى بسكوتة رفيعة وعليها مكسرات متكسرة كده، اسمها برازق ولا برازق؟ ممكن حضرتك تبقى تعملها لنا بعد إذنك؟ عناية ربنا يخليك. وعايزين كمان بسكوت السفاير من فضلك. عناية، اكتبي يا أستاذتنا الغالية الأستاذة أمل، وعناية ليكي بس كده. ربنا ربنا يخليك، ربنا يخليك، ما تحرمش منك، الامر لله يا شيف. ما هو احنا تعبينك والله يا شيف في كل طلباتنا، بس معلش احنا يعني مقدرين تعبك معانا. ده انت غاليه علينا يا مدام سناء. ربنا يخليك. اهل اسكندريه عزاز علينا طبعا يا رب. الله يكرمك. ربنا يخليك يا شيف محمود. ربنا يكرمك. شكرا لحضرتك. شكرا. اوامر يا ست الكل، اوامر. نبدا نقفل كده بالراحه. الملبن ممكن اقطعه بالصوره اللي حضراتكم شايفينها دي، وده بيبقى ملبن يا جماعه عشان نبقى عارفين، بس بيبقى مخصوص للفران عشان بيبقى قاسي شوية، قاسي شوية، كمية النشا فيه عالية شوية عشان ما يضربش، ما يضربش مني في الفرن. طيب وبعدين بيبقى عندي جوزة الهند ناعمة، ممكن ادعك الملبن بس من غير زبدة ولا حاجة، ادعك الملبن. ولما ادعك الملبن ابتدي ان انا احطه، هيبقى مسرح شويه عن كده. ادي شويه ميه
وادي جوز الهند اللي هي العادية الناعمة. تاني تاني جوز الهند يا عم انت بخيل ليه كده؟ اهو كده كده، وهات لنا هنا كده، واهو ضروري جدا تعرفوا معلومة مهمة جدا. ايه هي المعلومة يا شيفنا؟ معلش عايزين نعرفها. الجوز الهند ده لو دخل الفرن مفيش دقيقتين وهيلون، فضروري جدا اكتبوا لي المعلومة دي يا جماعة بعد اذنكم، ان انا بدي جوز الهند بدي في حدود على الربع كيلو مثلا 100 جرام مية. شايفين الدنيا عملت ازاي هنا؟ ايه ده؟ ايه ده يا شيف محمود ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ اديتها مية عشان ده اللي هيحصل معاكو. ايه هو اللي هيحصل معانا يا سيدي؟ ان انا لما دخل جوز الهند دي الفرن، اما انا حطيتها ناشفه كده بس اديت ميه بس من غير ما اقول لكم، مفيش دقيقتين هتلون والعجينه تبقى نيه، فلازم اديها ميه على بال ما تنشف من ميتها، على بال ما جوز الهند تنشف من ميتها هتلاقوها لونت بالصوره اللي انتوا عايزينها دايما. اهي اتفقنا؟ وصلت المعلومات كده؟ يبقى جوز الهند تكون ناعمه بالشكل ده، وبعدين اهي اهي مفلفله اهي، اتفقنا؟ شايفين عامله ازاي؟ اهي مفلفله اهي. حلو قوي كده شفنا ده كده، الكلام ده كلام زي الفل اللي انت بتقوله ده. حلو خلص بقى يا سيدي، يبقى عملنا اللي هو بالملبن هنا، خد اصفر بيض، فاضل لنا المنين امره سهل والعسليه. تعال نشوف الاول العسليه كده، هات لنا منديل كده نعمل عمليه تنقيه للمشرط بتاعنا، هو ده مشرط الدكتور اهو، ونبدا نعمل كده. فاضل لي قد ايه مخرجنا العبقري؟ ونبدا نجيب تاني. بصوا انا بشتغل ازاي، ما اقعدش بقى اجيب قماشه بقى والقماشه ديت لا، بده ده بواقي السمسم وجوز الهند ما ترموش، ممكن ينفعكم تاني. هات لي بقى تاني هنا كده، دي بتعتمد على حرفية ايدي. ده انت منور الدنيا يا سلام يا ولا. حرفية ايدي يعني ايه؟ مش فاهمين الكلمة دي. على حرفية صنعة ايدي، كل ما كانت ايديا رفيعة وقطعت الكلام ده قد البطنس ليه كده؟ يا سلام، ما لسه هيخمر ويخش الفرن. كل ما كانت الحرفيه صح معايا. شايفين هنا العجوه عملتها بقت قد ايه؟ ها ايه الاخبار؟ يلا بينا. طب ما العجينه يا شيف محمود انت عاملها تخينه؟ لا ده لسه هترفع دلوقتي. شايفين العجينه ماشيه معايا زي الفل، زي ولا مقادير للدقيق ولا حاجه. يلا يا سيدي بالراحه، بس كل ما العجينه ارتاحت كل ما تديني نتيجه زي الفل. هات يا سيدي السمسم، مية طبعا لسه، ده كده تخينة، ده كده بوصمات. بدل ما احط دقيق ادي العسلية اهي. يلا ايديا انا اللي شايفين العازل اللي هي بتعمله؟ ها يلا يا سيدي الرخامة ابتدأت تنشف اهي على قد ما اقدر. بيتوها تاني كده وتعال لي هنا كده، ها تمام نفس القصة دي اهي. بمشي على الرخامة، بلاش عصبية، أنا مش عصبي معاها خالص، من غير مية ولا أي حاجة خلاص أهي. يلا شلي البوزين دول، عايز تسيبهم سيبهم، سيب لي الكلام ده يخمر. ها
فاضل لنا حاجة واحدة بس، ألا وهي إيه؟ برافو عليكم، هو ده اللي أنا عايزه منكم. طول ما إحنا كده، ما أقعدش بقى أروح أغسل ده وأقعد مش عارف أعمل إيه، لأ، على طول هشتغل بيه. طيب ورينا يا سيدي، آدي كده، هات لنا بقى بقية العجينة دي كده. إيه ده؟ مش تنضف الرخامة من السمسم، ده جماله بالسمسم. واو، شايفين الدم. والحجم اللي انا عايزه ده منين الساده؟ شوف محمود، انا عايز ادي فيه شمر وينسوني يا اخي. راحتك خالص، شايفين اهي، بضم الجوانب كده. خلصت القصه. ايه الاخبار؟ ما عنديش المقطع ده يا عم، انت معاك المشرط بتاعك يا سيدي. لا، درجة حرارة 180 طبعا السوى. لا مش مهم المشرط، مهم الطبيب، مش عليا يعني. هنا بالسكينة بالاسبتور، اي حاجة حضراتكم عايزينها. وعيش بقى يا سيدي ورص وروق. سيب بقى مخرجنا العبقري كده يظهر لنا عبقريته في، ما هو هنا بقى الايه اللمسه الاخيره بقى، ان احنا نبص بقى، احنا شفنا نظري شفنا عملي، طبعا ما بيتحطش ملزق في بعضه كده، بس خلاص بقى انا محتاجه الم الموضوع ده خلاص. خلاص كده هيورينا عبقريته ازاي، يوري لكم الصنف لما كان عجين، والصنف بعد ما كان عجين ازاي بقى مستوي. الشكل بعد كده بقى ايه؟ النواعم بتاعت عمرو بيه طبعا، والشكل بتاعها ايه؟ وازاي ان انا ما بخليش العجينه تخمر الاول عشان اعرف اتعامل معاها، ما تبقاش مكشره، ما تبقاش مكشره. في الفرن العجين بيخمر معاهم بسرعه، فعشان ما تبقاش مكشره اعمل فيها ايه؟ برافو عليكم، هو ده اللي انا عايز اقوله لكم، ان احنا بنبدا ان احنا نسيبها 13 دقايق وخليها تخمر مره واحده بس، هتديني الاشكال اللي قصاد حضراتكم ديت. مهما بتقعد النواعم معايا، بصوا عامله ازاي، ها شفتي؟ مهلبيه خالص، شايفين اهي اهو يا صفاء. مش عايز حاجه، مش عايز حاجه منك خالص، ولا ده انا بعد الدقايق عشان امشي. بتعاملني معامله غير عاديه يا عماره. زي ما شفنا كده هنقدر ان احنا ننفذ كل الوصفات ديت. اعرفوا دايما الشتاء لما يجي يخش ونفتكر فيروز، برنسيس فيروز، تحية لأهل لبنان، مش عشان خاطر فيروز بس، عشان شعب انا بحبه، شعب راقي، وانه انجب فيروز. ايه بدأت الشتوية ولا طلعت الشتوية، الصوت الراقي الرائع. طالما الشتاء دخل بنحاول نعمل وصفات. بس عايز اقول لكم على حاجه، اللي عايز يحافظ على وزنه هيقدر يحافظ عليه، اللي عايز يحافظ على وزنه هيقدر يحافظ عليه، اللي عايز يفرط في الوزن ياكل. خلاص، خدوا بالكم من نفسكم ومن صحتكم، بالذات الساده مرضى السكر، الساده اللي نزلوا وزنهم عشان خاطر خشونه، اي تعب عندهم مش عياقه. ربنا يكرمكم ويخليكم ليا يا رب. كاكو في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله.